السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. الوداد الرياضي البيضاوي المغربي بطل الدوري المغربي نسخة 2020-2021 بعد الفوز اليوم على مولودية وجدة وتحقيق البطولة برصيد 63 نقطة، ويتجمد رصيد الرجاء عند 52 نقطة بعد انتهاء الجولة 27. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري المغربي وترتيب الهدافين للبطولة المغربية الاحترافية الأولى إينوي بعد مباريات وانتهاء الجولة 27 من الدوري المغربي اليوم الأربعاء 14/7/2021. نتكلم عن نتائج مباريات الجولة. الرجاء اليوم فاز على المغرب التضاني 4-1، أحرز هدف الرجاء الرياضي بما لنغو من ضربة جزاء في الدقيقة 3، أيوب نناح في الدقيقة 55، عبد الإله الحفيظي في الدقيقة 66، وصفيان الرحيمي في الدقيقة 70. هدف المغرب التضاني عن طريق لمرابات في الدقيقة 48. اتحاد طنجة خسر أمام الدفاع الحسن الجديدي بهدف مسعود جمعة للدفاع في الدقيقة 36. مولودية وجدة خسر أمام الوداد الرياضي 0-2، أحرز دفاع الوداد أيوب الكعبي في الدقيقة 64، وعطية الله في الدقيقة 90. شباب المحمدية تعادل أمام المغرب الفاسي 1-1، أحرز هدف شباب المحمدية إسماعيل متراجي من ضربة جزاء في الدقيقة 60، هدف المغرب الفاسي عن طريق حمزة الجناتي في الدقيقة 82. بالنسبة لباقي المباريات الجولة، بدأت يوم أمس الثلاثاء 13/7 بفوز نهضة الزمامرة على الفتح الرباطي 1-0، وفوز الجيش الملكي على يوسفية برشيد 3-2، فوز نهضة بركان على حسنية أكادير 1-0، وفوز سريع وادي زم على أولمبيك أسفي 2-1. الآن نتعرف على ترتيب فرق الدوري المغربي ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، الوداد الرياضي البيضاوي المغربي متصدر الدوري في المركز الأول ب 63 نقطة من 27 مباراة، الرجاء الرياضي في المركز الثاني ب 52 نقطة. طبعا ألف مبروك لجماهير الوداد على تحقيق الدوري. الجيش الملكي المركز الثالث ب 47 نقطة، نهضة بركان المركز الرابع ب 39 نقطة، مولودية وجدة المركز الخامس ب 35 نقطة، حسنية أكادير المركز السادس ب 34 نقطة، المغرب الفاسي المركز السابع ب 34 نقطة، المغرب التضاني المركز الثامن ب 32 نقطة، الدفاع الحسن الجديد المركز التاسع ب 32 نقطة، اتحاد طنجة المركز العاشر ب 32 نقطة، أولمبيك أسفي المركز الحادي عشر ب 32 نقطة، شباب المحمدية المركز الثاني عشر ب 31 نقطة، الفتح الرباطي المركز الثالث عشر ب 31 نقطة، نهضة الزمامرة المركز الرابع عشر ب 28 نقطة، سريع وادي زم في المركز الخامس عشر ب 28 نقطة، يوسفي برشيد المركز السادس عشر والأخير ب 27 نقطة. بالنسبة لترتيب الهدافين، متابعينا الكرام، متصدر الهدافين أيوب الكعبي لاعب الوداد الرياضي في المركز الأول ب 16 هدف، المركز الثاني بملانغو لاعب الرجاء الرياضي ب 15 هدف، المركز الثالث صفيان الرحيم لاعب الرجاء الرياضي ب 13 هدف، والمركز الرابع أكسل مي لاعب اتحاد طنجة ب 15 هدف، وفي المركز الخامس صلاح الدين بنيشو لاعب أولمبيك أسفي ب 9 أهداف. اشترك في القناة وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.